العيطه غادي يمكن مثلا تستلهم منها شي حاجه تستلهم منها يعني تاخذ منها شي حاجه وتصوب شي مثلا تاخذ منها وتصوب ديسك يمكن باش تشد العيطه وتبدلها لها ولكن تشد تاخذ منها واحد ثلاثه العتوب ولا اربعه مثلا وتصوب منهم واحد الديسك ديالك يولي خاص ديالك ما كاين مشكل ولكن العيطه خصها تبقى عيطه في الاصل ديالها. الفنان عابدين الزرهوني صديقي واعتبره من الفنانين الحقيقيين في التعبيرات الموسيقيه والغنائيه التقليديه المغربيه، واضافه الى كونه ينحدر من اسره عريقه في تاريخ المغرب، اسره آل الزرهوني في منطقه شمال اسفي، سواء تعلق الأمر بوالده وخاصة جده القيد الزرهوني، مرتبط بتاريخ عبدة وتاريخ آسفي. فأسرة الزرهوني عرفت برعاية الفنون ورعاية الموسيقى وبالأخص رعاية العيطة العبدية الحصبة. فإذا الزرهوني عابدين، وأيضا جمال الزرهوني أخوه وشقيقه، وهذه الأسرة أعطت للتراث الثقافي المحلي في منطقة عبدة. البدايه ديالي الفنيه، احنا عائله فنيه، الاخ ديالي سيدي محمد كان كيعمل الناي، كيعمل العود، سيدي احمد الاخ ديالي الله يرحمه كيعمل الكمان، وعشنا في هذه العائله هذه من الاول. تشربنا الفن وتشربنا داك الشيء. بديت كنتعلم بشويه 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 بشويه. الاول البدايه ديالي، احنا عندنا هنا لوطارات صغار، قررت باش نمشي لمدينه خنيفره، فصلت واحد الوطار كبير جدتو، وبديت كنخدم بشويه بشويه بشويه. في الاول كنت كنتصنت الاخ ديالي سيدي محمد، كان كيدير الاغاني ديال الاولين ديال اسماعيل الاحمد، ديال الحياني، ديال من بعد جا الاخ ديالي سي جمال والاخ ديالي سي احمد الله يرحمه، تشرفت من هادشي ديال العيوط، هو الاول اول ديالي في العيوط اللي من بعد شقيت الطريق ديالي انا بوحدي. إلى هذه الروح المجددة في التراث الشعبي، نعرف أن عابدين أيضا يجيد غناء العيطة الحصباوية، يحفظ متونها عن ظهر قلب، ويعرف كيف يعزفها، وكان قد لعب دورا مهما في سيمفونية العيطة التي أشرف عليها الفنان الشيخ جمال الزرهوني.
كل هذا الترع وهذا التنوع وهذا التعدد في الاهتمامات والانشغالات والميلوديات المختلفة، مع ذلك عندما يؤدي العيطة يؤديها بأناقة وبمهارة كشيخ تقليدي حقيقي عميق. كنت كنقول مثلا لالا فاطمة، لالا فاطمة راه كاينين شي عيوط ما يعني ما متداولينش من غير هاد كبة الخيل وخربوشة وحاجتي في كريني، راه كاينين شي عيوط عدي عليهم ولا سميتو. كتقول يا ولدي اش غنقول لك، تيح ليك الفرصة خصك تطلع لاسفي وتجلس مع ولاد الزرهوني. هذا تعريف ديال فاطمة، كتقول يا راه ولاد راك ولاد الزرهوني راه ميني كيساويو الوترات راه وتي يتلاقاو على العيطه راه كيعطيو شي امور اللي هي كبيره. العيطه لحقاش هذوك الناس اللي صوبوها الاولين اللي صوبوها خاصها تبقى هكاك، ما خصهاش تحور ولا تبدل. اللي بغى يجتهد يجتهد في العزف، يجتهد في الاداء، يجتهد في عدد ديال الامور. بحال السي جمال مثلا، واحد العدد كبير ديال العيوط اللي هما كانوا غابرين وجبدهم السي جمال وما كاينينش، كانوا ما كاينينش كاع نهائيا، وجبدهم وتصوبوا وتعاوننا عليهم انا والاخ ديالي سي جمال، وتغنا راهم كاينين دابا حاليا راهم في السوق. يعني وما مسيناش لهم الالحان، ما مسينا، خليناهم هكاك واللي اجتهدنا فيهم في الاداء وفي العزف وخدمنا على العيطه. رحنا نقدنا العيطه ديال بين الجمعة والثلاث، نقدنا العيطه ديال تعجيبه في الميلحه، نقدنا السبتين مولا باب الخميس، نقدنا الواد نقدنا الراضوني، انقدنا خويت مفيدية وحكموا عليا،
انقذنا واحد العدد كبير من العيوط اللي